في الوقت الذي تتواصل فيه التظاهرات والاعتصامات داخل محافظة ديالى، ولليوم الرابع على التوالي احتجاجا على تصويت مجلس المحافظة بتشكيل الإقليم، برر أعضاء في المجلس دعمهم للمشروع إلى تردي الخدمات وضعف الموازنة المالية مع تعطيل قانون مجالس المحافظات. الأسباب التي أدى إلى طلب إقليم ديالى حقيقة هي المحرومية من الموازنة، موازنة تنمية الأقاليم وموازنة الاستثمارية للوزارات، حيث حرمت محافظة ديالى من استحقاقاتها المادية، مما يؤدي إلى عدم وجود خدمات وتقديم الرفاهية وما يطمح به المواطن. وأيضا تعطيل قانون مجالس المحافظات رقم 21 سنة 2008 وسلب الصلاحيات من المحافظة ومن مجلس المحافظة، وأيضا مسألة الاعتقالات والإقصاء وعدم إعطاء ديالى مستحقاتها ومحروميتها، كل هذه الطلبات وضغط الجمهور أدى إلى الطلب بإعلان إقليم ديالى. تداعيات مشروع الإقليم دفع زعماء القبائل والعشائر من مختلف الطوائف والقوميات إلى عقد مؤتمر داخل مدينة بعقوبة يهدف إلى تهدئة الأوضاع، سيما بعد تعطيل الدوام الرسمي في العديد من الدوائر الحكومية. البيان الختامي باسم عشائر وقبائل محافظة ديالى. نحن شيوخ عشائر محافظة ديالى المجتمعون في بعقوبة بتاريخ 16/12/2011 نستنكر ونستجب ونشجب قيام بعض مجلس أعضاء مجلس المحافظة باتخاذ قرار بإعلان المحافظة إقليما، كون المحافظة فيها مناطق متنازع عليها، كما نستنكر تصريحات ما يسمى بمجلس عشائر ديالى الوهمي، وأن هذا الإجراء سابق لأوانه. الناس اللي كتبت الدستور هل هي كانت تقصد فعلا تقسيم العراق؟ يعني إذا كانت ترضى بتقسيم، إذا كان هو الإقليم تقسيم، فشلون رضت أو سمحت إلى نفسها أنه تكتب وثيقة أو عقد اجتماعي بين العراقيين يدعو إلى تقسيم؟ اتخذ المجلس البلدي في قضاء الخالص قرارا بتعطيل الدوام الرسمي لليوم الرابع وغلق الطرقات تلبية لمطالب جماهير أبناء قضاء الخالص، وسنبقى هنا لحين رجوع أعضاء مجلس المحافظة عن قرارهم الخاطئ الذي لا يلبي طموح أبناء محافظة ديالى. القيادات الأمنية في المحافظة أكدت على سلمية المتظاهرين وعدم حدوث أي خروقات أمنية، فيما طالب المعتصمون مجلس المحافظة بالعدول عن القرار. القوات الأمنية تسير بخطة ثابتة وهو تأمين الحماية للمتظاهرين، وحقيقة كان هناك تواجد كبير لقواتنا الأمنية وعلى أطواق متتالية منعا لحدوث أي أمر يكون داخل المظاهرات، وعليه أمنة المظاهرات بأطواق وبحماية كاملة. معتصمين أمام مجلس محافظة ديالى نمثل العشائر الموجودة في قضاء الخالص سنة وشيعة، ولا نقبل بتجزئة العراق ومشروع الأقاليم. هذه العنبقية الحرة ديالى.